استاذ احمد السيد، السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين. بما ان علاء حمام ختم كلامه بموضوع السله وانت اتكلمت مع الاداريين واتكلمت مع الكابتن رؤوف، قول لنا ايه اللي حصل. يعني خليني طبعا بعد تحيه كل الناس المحترمه اللي بتتابعك، يعني زي ما علاء قال المباراة كانت طبعا حماسية جدا، ويمكن كل يعلم مباراة القمة اللي كانت ما بين الأهلي والزمالك على مستوى الفريق الأول. طبعا الأمور كانت متوترة بعض الشيء، المباراة زي ما حضرتك قلت كانت على يعني صالة شراي للدخان. النادي الأهلي كان مباراة رايحة جاية، ولكن الزمالك كان متفوق فيها ومتقدم معظم الوقت. النادي الأهلي عمل مباراة فنية محترمة جدا جدا جدا، كان في بعض الأوقات بيحصل مشاحنات، لكن داخل الملعب الأمور كانت بسيطة وكانت بتعدي على طول، يعني كان أمر طبيعي داخل الملعب. ولكن فور صفارة الحكم ونهاية اللقاء بعد الوقت الإضافي وفوز النادي الأهلي، كان يبدو أن لاعبي نادي الزمالك كانوا مشحونين، حدثت بعض المشادات. المباراة انتهت زي ما حضرتك قلت بنتيجة 80-79 بعد الوقت الإضافي. لاعبي نادي الزمالك البعض ابتدى يحاول يحتك بلاعبي النادي الاهلي، ولكن الجهاز الفني للنادي الاهلي وجهاز الفني لنادي الزمالك تدخلوا والموضوع انتهى، مفيش اي مشكله. لاعبي النادي الاهلي خرجوا لغرفه خلع الملابس الخاصه بيهم، كان في برضه بعض المحاولات للاحتكاك بيهم سواء في الكوريدور او حتى في غرفه خلع الملابس، ولكن الجهاز الفني للنادي الاهلي بصراحه الناس كان عندهم حكمه جدا، فضلوا البقاء في غرفه خلع الملابس لحد ما الامور تهدى تماما. البعض زي ما انت بتقول حاول يكون في احتكاك باوتوبيس النادي الاهلي، ولكن الامور ما كانتش يعني بالشكل اللي البعض يمكن روجوا على السوشيال ميديا ان الاوتوبيس اتكسر وان الاوتوبيس حصل له تلفيات وان وان وان. لا، الموضوع كان احتكاك داخل المباراه تطور الى بعد ذلك على اوقات سواء في الكوريدور او حتى محاولات في غرفه خلع الملابس، ولكن يعني الامور انتهت تماما، الكبار نهوا الموضوع تماما، وفي الاخر حتى في بعض اللعيبه من هنا وهنا خرجوا مع بعض بدون اي مشكله، والنادي الاهلي خد الاوتوبيس بتاعه والامور انتهت تماما. يعني ده اللي علمناه تماما 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 من ملعب المباراه، المباراة المهمة اللي كانت ما بين الشباب سلة النادي الاهلي وشباب سلة الزمالك. الاهلي بيواصل في انتصاراتها في بطولة الجمهورية لكرة السلة، يعني ده بناء على تواصل مع الكابتن سيد صابر احمد مدير قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي على مستوى لعبة كرة السلة، والكابتن رؤوف عبد القادر طبعا اللي كان حريص ان يكون في تواصل علشان لو كان هناك اي انتهاك او تعدي على اي حقوق من النادي الاهلي، كان النادي الاهلي كعادته دايما بيتحرك للحفاظ على حقوق ناديه. لكن تم التاكيد والتطمينات ان الامور مجرد ما هي الا نفذه ملعب، داخل الملعب بعض الشيء، بعد المباراه بعض الشيء، ولكن مش خارجه عن الاطار ده، مش خارجه عن الامور دي. طيب الكابتن وائل مرقي برضه بعت لي قال لي زي ما شاهد العيان بيقول لك ابن ياسر عبد الوهاب ياسين والكلام ده، قال لك برضه انا بقول لك ان ابن ياسر عبد الوهاب ولد مهذب، وياسر نفسه ونعم الناس، كانه بقولنا قرفين، وانا لا اتهم احد، وللكابتن ياسر كل التقدير والاحترام، انا بقول رساله جت لي ولكن لا اتهم احد في اي شيء مكروه، وله مني كل التحيه والاحترام هو ولده. طيب هو حدث احتكاكات، وهو احد اللعيبه اللي كانت موجوده في الاحتكاكات، لكن ده مش معناه انه هو اللي تسبب في المشكله. يعني احنا قلنا ده الامانه، ده كان احتكاك رايح جاي، ممكن لاعبي الزمالك كانوا منفعلين للهزيمه طبعا لان كانوا متفوقين معظم اوقات المباراه، لكن في النهايه اللي انا عايز اقوله يا استاذ عبد الناصر، الامر ما كانش فيه خروج عن النص بالشكل اللي تم ترويجه على السوشيال ميديا. بس طيب نروح لموضوع الساعه، الحكام الاجانب وكلام احمد مجاهد اللي ولع السوشيال ميديا، وحكام مصريين، والزمالك يعترض رسميا، ويمكن انت سمعتني اني قلت الموضوع حتى اساء للاهلي، لان ما ينفعك في غرف مغلقه ناس بتكلمك تروح تطلع كلامهم للاعلام. صح. فبرضه رايك في الملف ده وماذا يدور فيه وراي النادي الاهلي؟ هو الكابتن احمد مجاهد اعلن بكل صراحه موقف النادي الاهلي، وده اللي قلناه مع حضرتك من حوالي يعني اسبوع او خمس ايام وقت اثاره هذا الموضوع. النادي الاهلي كعادته دايما داعم ومساند للرياضه المصريه. لما سئل النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ماذا عن استقدار حكام اجانب، وكان هناك تطمينات ان في هيبقى حكم على مستوى دولي وهيكون حكم الفار على مستوى دولي،
فوفقا للظروف المتاحه واللقاء في رمضان والكورونا والامور دي كلها، فالنادي الاهلي ابدا مرونه وقال ما فيش مشكله طالما هذا في صالح الكره المصريه. ده اللي اتقال وده اللي اتعرض على النادي الاهلي. زي ما حضرتك تعلم الزمالك بعت خطاب رسمي ورفض، لكن تصريحات الاستاذ احمد مجاهد حاليا ان الامور دي رايحه للحكام المصريين، والامور رايحه ان حتى لما سئل هل ده بسبب كورونا قال احنا ما خاطبناش حد اصلا علشان نقول كورونا. لكن انا بصراحه علشان نني حاله الجدل دي شايف من الافضل طبعا حكام اجانب مليون في الميه، حتى لو مش حكام اجانب انا ممكن اروح لطاقم تحكيم تونسي دولي، طاقم تحكيم مغربي جزائري، هناك حكام دوليين عرب اكيد هيكونوا مرحبين جدا من مسافه قصيره، ومصر يجوا في رمضان الامور مش هيبقى فيها اي مشكله يعني. والتكلفه حتى تكون اقل بكتير جدا جدا من انك تجيب طاقم تحكيم من اوروبا، وبرده هتجيب حكم دولي وهيبقى حكم فار وحكم ساحه. ففي كل حال من الاحوال الاهلي يبدي مرونه علشان الامور تكون ماشيه، والتطمينات او التاجيدات اللي جايه من اتحاد الكره ان الاهلي نيه لتاجيل المباراه ده بشكل رسمي واضح، وهناك محاولات ان يكون في طاقم تحكيم مصري. لكن الملف ده اعتقد الامور الساعات القادمه هتبقى يعني وتيرة الأحداث متصاعدة فيه، وربما يكون فيه جديد. لكن أنت نقلت تصريحات أحمد جاي زي ما اتكلم فيها، وأعتقد الأمور واضحة يعني. طيب الكابتن شوبير دلوقتي الكلام مهم جدا، بيقول لك احد اربعة محمود البنا، محمد عادل، امين عمر، احمد الغندور. طبعا انا بس بستبعد امين عمر واحمد الغندور، وبقول محمود البنا بنسبة 90% ومحمد عادل بنسبة 10%. ده لو حكام مصريين. ولكن انا ما زلت عند رايي ان بعد الحاله اللي موجوده على السوشيال ميديا الامن هيقول احنا لن نغامر، ولحكام اجانب لا تاجل. بس الكلام الرسمي برضه عشان ننقل الصوره زي ما انت نقلت، اتحاد الكوره بينفي تاجيل اللقاء وبيقول الموضوع رايح لحكام مصريين تماما. طيب في اي جديد بعد تصريحات احمد مجاهد في الاهلي، ولا الاهلي على قديمه؟ لا الاهلي على قديمه، لان الاهلي موقفه واضح، الاهلي مش طرف في الموضوع وما عندوش مانع طاقم تحكيم اجنبي لصالح الكل. في نفس الوقت لو المسؤولين عن الكوره المصريه شايفين ان في الصالح العام طبعا هيبقى حكام مصريين بشرط طبعا يكونوا حكام دوليين ويكونوا على مستوى عالي، وتقنيه الفيديو يكون عليها حكم دولي برضه، فمش هيكون في مشكله في النادي الاهلي في هذا الطرف يعني. طيب من ملف التحكيم ايه بقى اللي في الاهلي النهارده؟ موضوع علي معلول كلام كتير جاي لي، وناس بتسال اسئله غريبه، وعلي معلول وبيراميدز، ايه الموضوع؟ يا جماعه علي معلول يعني الملف انتهى تماما، علي معلول اتكلم وقال حتى في الصحافه التونسيه انا مع النادي الاهلي لحد ما بطل. علي معلول عقده ينتهي مع النادي الاهلي في نهايه الموسم القادم، وخلال الفترة القادمة يتم تجديد تعاقده أيضا لمدة موسمين أو ثلاثة، ده أمر ما فيهوش أي مشكلة. فاللي بيتكلم عن علي معلول في حتة تجديد التعاقد ولسه باقي موسم، وعلي معلول ما فيش مشكلة ومكمل في النادي الأهلي، وعمر ما علي معلول هيروح أي نادي بمنتهى الأمانة علشان نعرف يعني. ما بالك ده اللعيبة اللي موجودة في 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 بيراميدز بيبحثوا الرحيل وبيبحثوا منظرهم يبقى قدام إيه قدام جماهيرهم لما يخرجوا من النادي يعني. فبمنتهى الامانه علي معلول موجود في الاهلي، مفيش اي مشكله عشان بس الناس اللي بتتكلم. لكن الناس بتتكلم بقى عن موقف علي معلول في موضوع الاصابه، فهو ده ممكن اللي الناس تتكلم فيه وعندها حق في ده. واحنا وضحنا علي معلول اصابته لسه مكمله، والنادي الاهلي مش عايز يستعجل عودته من الاصابه. فعلشان كده بمنتهى الامانه احنا بنتكلم معاك اهو، احنا بنتكلم في يوم 8 ابريل، هناك صعوبه بشكل كبير ان علي معلول يلحق مباراه الاهلي والزمالك ليوم 18 ابريل. فبشكل يعني يفوق ال 90% علي معلول لن يشارك في اللقاء، ولكن كل الامور وارده وفقا طبعا لتطور يعني حالته الصحيه والبدنيه. لكن بمنتهى الامانه علي معلول تعرض لاصابه قويه في العضله الخلفيه في كاس العالم للانديه في مباراه بايرن ميونخ، يعني الاهلي اطمن، ولما رجع تجددت الاصابه، عشان كده الاهلي هيبقى حريص جدا على عدم عودته الا لما يكون التاكد من سلامته مليون في الميه. فعلي معلول في صعوبه شويه نلحق لقاء القمه القادم، ولكن يعني خلينا نتابع مع حضرتك هذا الملف.
طيب يعني نقدر نقول انه تخمينات صحفية ولكن لا اساس من الصحة لهذا الموضوع، ومش تخمينات كمان، يعني احنا يعني ممكن نقول عليها اي حاجة. ده لو بنتكلم على موضوع معلول وبيراميدز، لا يعني ده مجرد الناس بس بت يعني عايز تقول امتداد لكذبة ابريل وارد، يعني مش عايز اقول بيصلوا صيامهم لان دول مش بيصوموا اصلا. لا ده برضه معلش يعني الناس من حقها تجتهد، بس ده برضه اللي اتكلم ناس محترمه، يعني من ضمن اللي اتكلموا زميلنا المحترم فيصل زيدان، وفيصل زيدان من الناس الافاضل المحترمين واكيد بيجتهد، يعني من يعني لازم لا لا استاذ فيصل زيدان لو ذكرنا بالاسم حد محترم جدا، وانا كن له كل تقدير واحترام. طبعا انا ما سمعتش هو قال ايه، لكن الناس الاهلاويه المحترمه جدا. طب ارجع لك تاني يا احمد عشان خاطر الباشمهندس احمد مجاهد هيكون معايا بعد قليل، وارجع لك تاني فورا عشان نتكلم عن كل تفاصيل النادي الاهلي وباقي اخبار النادي الاهلي. تمام، شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا.